السلام عليكم أزول في اللون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وأنصار شبيبة القبائل. طبعا اللقاء القادم لشبيبة القبائل سيكون ضد مولودية وهران بملعب ميلود هدفي بوهران يوم السبت إن شاء الله. موعد تاعو يوم السبت ابتداء على الساعة 7 مساء، والشبيبة بحاجة لأوفيائها في هذا اللقاء يعني أكثر من أي وقت مضى. لقاء جد صعب خارج ديار ضد خصم يعني جريح، طبعا سيرمي بكل ثقله لتحقيق الديكليك بملعبه أمام جمهوره. بالمقابل سيكون الخطأ ممنوع على تشكيلة الكنر يعني خاصة بعد انهزامه الأخير داخل الديار أمام شباب قسنطينة. نتمنى له كل التوفيق يا ربي، كلنا في وهران يعني خلف الفريق، وبإذن الله الشبيبة ستعود للسكة الصحيحة. ما زال رانا في البداية وما زالوا هذوما المباريات الأولين، ربما بإذن الله ستتحسن مستقبلا شبيبة القبائل. نأمل كل خير إن شاء الله، لو تكون عودة غايا مرباح يعني قريبا إن شاء الله يا ربي راح يكون فيها خير كبير لشبيبة القبائل، ونقول لك باللي شبيبة القبائل تستعيد العافية تاعها. لذلك لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، جام، لايك، أبوني في القناة، واعطيونا الآراء تاعكم في التعليقات، توقعاتكم لنتيجة المباراة.